فيه الفتاة ضاق حاله، ما حدا عاش في دنياه مرتاح سالي، هكذا خم بقعة كل واحد يناله. يا مراس القناة الأردن انشر مقالي، لا سم المملكة وصل حروف المقالة، سجن نجران فيه الجيد راهن اعتقالي، هو كم من بطل في السجن طالع اعتقاله. يا من البعد في سجنك مشتت خيالي، غيبتك خلت الدنيا علي محالة، ما نسيتك ولا بنسى خيالك وبالي، وانت من فيك أبو عزام زاد انشغاله. قصيدة كلمات أبو عزام عبد الله سيكا، أرسلها من المملكة الأردنية الهاشمية جوابا على قصيدة أخوها السجين فؤاد السيكا أبو مظلوم المسجون في سجن نجران المملكة العربية السعودية. القصيدة مناشدة للقيادة السياسية والبشير عبد الرب منصور هادي لحل قضايا السجناء اليمنيين. أمثال السجين فؤاد أبو مظلوم. تحيات الأخ عبد الله سيكا والأخ أبو مختار العرمي والأخ عبد الله محمد عبد الله الجابي. يا قم برادة الشاعر فايز أبو شمس وشارك مع سعود أبو خليل عبد الفرحان وبريقاع زبيد عبد الفرحان. تسهيلات الفايز أبو شمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة الجمهوري اليمني. شكرك عد الحصار والرمالي، يا من انجيت يوسف يا من ولغت يا له، والفصلي على المختار بدر الكمالي، ختم الأنبياء من جاءنا بالرسالة. Yeah.
شتت خيالي غيبتك خلت الدنيا علي محالة ما نسيتك ولا بانسى خيالك ببالي وانت من فيك ابو عز مزاد الشغالة كيف بنسى شدادة الطهر سيد الرجالي الشقيق الذي فالقلب ما حد مثاله تحيات أبو عزام تقول